حضر الفنان عمرو دياب عيد ميلاد زميله الفنان خالد سليم بصحبة الفنانة دينا الشربيني. الغريب أن الهضبة مثل ما يلقب عشاقه ومتابعي حرص على عدم التقاط أي صور بصحبة الفنانة الشابة دينا الشربيني، وحرصت هي أيضاً على عدم التقاط أي صورة طوال فترة تواجدها بالحفل. وذكرت بعض المصادر المقربة من دياب عن وجود محاولات للصلح بينه وبين زوجته زينة عاشور، وظهوره بصور جديدة مع دينا الشربيني قد يؤثر على هذه المحاولات حسب تفسيرهم. ما زال المخرج السوري الليث حجو يتابع عمليات تصوير مسلسل الواق واق في تونس بمشاركة عدد من الممثلين، في مقدمتهم باسم ياخور، رشيد عساف وشكران مرتجى. وعقب انتهاء من التصوير راح ينشغل بالعمليات الفنية للمسلسل، وبعدها يكون على موعد مع ثاني تجارب سينمائية من خلال فيلم قصير يحمل عنوان تيل فريك، وهو من تأليف الكاتب والشاعر الغنائي رامي كوسا، ومن المتوقع أن ينطلق تصويره في سوريا خلال الفترة المقبلة. طرحت الفنانة سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة إذا بدك إياني عبر تطبيق أنغامي. الأغنية من كلمات وألحان عماد فرح وتوزيع روجيه أبي عقل، ومن المتوقع أن يطرح الكليب الخاص بها خلال فترة قصيرة. المعروف عن سيرين حرصها على التواجد عبر عمل غنائي في حال قررت الغياب عن الدراما، وهذا اللي صار قبل سنتين بعد ما اكتفت بطرح أغنية بحبك يا مهذب، وتكرر الآن بعد إعلانها عن عدم مشاركتها بأي عمل درامي بالموسم الرمضاني المقبل 2018 لظروف خاصة. آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل قناديل العشاق اللي تم عرضه برمضان الفائت. بحفل جماهيري نسائي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وتحت شعار معا أبدا اللي يجمع المحبة بين دولتين، تحتفل الفنانة بلقيس باليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة جدة. الحفل راح يصادف يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2017 بفندق الهيلتون. وعربت بلقيس عن سعادتها بأن تكون أول فنانة على الإطلاق تحيي حفلة نسائية بالسعودية، وقالت يشرفني ويسعدني أن أكون أول فنانة تحيي حفلة مخصصة للسيدات من المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، ومن أجل مناسبة غالية علينا جميعاً وهو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وافقت الفنانة منى زكي على الغناء لأول مرة دعماً للأطفال من ذوي القدرات الخاصة بعد ما قبلت الدعوة للظهور بالعرض الفني لملتقى أولادنا اللي راح يتم إقامته يوم 23 مارس المقبل برعاية اليونيسيف، بعد ما أعلنت موافقتها على تقديم فقرة فنية غنائية بعنوان افرح وارسم ضمن احتفالات الملتقى، وتم اختيارها بصفتها سفير النوايا الحسنة لليونيسيف.